يا بنت الكلب، عايزة تفضحيني؟ الله يسامحك يا شيخ يا بتاع ربنا. وانا عشان شيخ وبتاع ربنا تبقى تستقرضيه يا روح امك؟ برضه الله يسامحك. روح يا شيخ حسنين وهجيبها لك الصبح. افتحي افتحي دلوقتي دلوقتي. عارفة يعني ايه دلوقتي؟ الورقة عايزها دلوقتي. والختمة الشريفة ما معايا، هجيبها لك الصبح. انت عايز ايه؟ عاوز ايه؟ اخد حقن الشرعي. انت مش اعلنتيها يبقى بقت شرعي. ابعد ابعد عني. الحقوني يا ناس، الحقوني يا ناس، الحقوني يا ناس. حرام عليك يا عيب عصفور يا عمام. الحقوني ابعد يا عمام عليك. اوعي يا ناس، اوعي اوعي يا ابي. اقعد هنا يا عمار. واحنا ايه اللي حصل لنا يا امام؟ من ساعه ما الريس حسنين مات والحال بقي غير الحال. قبلها ما كناش بنبطل ضحك انت وانا وجابر، فاكر؟ عشان كنا عيال دماغنا فاضيه كانش ورانا حاجه. يا ريتنا كنا فضلنا بدماغنا الفاضيه اللي ما وراهاش حاجه، على الاقل ما كناش بنخون بعض ولا كنا بنخون بعض. انا ما خنتكش يا امام، انت ليه دايما شايف فيها كده؟ انا ما قتلتش جدك وما جرؤش اعملها. وايه اللي جاب السيره دي دلوقتي؟ هو حد حافظك وصمك قدي؟ هو احنا صحوبيه امبارح؟ هو ده اللي في ضميرك وهو ده اللي بيوديك وبيجيبك كل شويه. جاد اختفى من الوحده الصحيه. اختفى ازاي يعني؟ وفي حد يقدر يخفي ولا يظهر غيرنا؟ انا رحت وما لقيتوش، ودورت عليه في كل حتة برضه ما لقيتوش. امشي دلوقتي يا عطيه. ايه في حاجة؟ في حاجة حصلت كمان يا سيدنا. وانا راجع سمعت صوت صريخ طالع من دار صباح وبتقول الحقوني. ما خبطتش عليها ليه؟ ما انا ما اقدرش اعدي هناك اسيدهم بعد اللي حصل ده. روح شوفها يا عمار بس بالراحة، ما تفزعهاش. حاضر يا امام، حاضر. اقعد هنا يا عطية. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما نمتش ليه يا حبيبي يا ابني؟ أبدا، قعدت مع أستاذ بهلول وبعد كده قريت شوية. ربنا يبارك فيك يا ابني. الله يخليك يا ابني. أنا هروح أصلي الفجر. نشفت كويس؟ آه يا ابني نشفت نشفت. ايه بتشن ليه؟ انت استهويت ولا ايه؟ لا لا ما استهويتش ولا حاجه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟
افتح هذا عصفور. يا ساتر يا رب. مين؟ من صباح راح وعيشة فيه. انت هترد علي السؤال بسؤال ما تخلص. قصدي هي مش بنت، هي قصدي يعني ما بقتش تبات هنا. خش 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 نام. خش نام. اخش نام. حاضر. يلا حنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. سمع الله من الحمد. الله اكبر. همام راح فين؟ طلع يراح شوية. لقيت البيت الصباح ده راجع حاجة؟ الله يكلم اللي عبد. ندخل. دورت على صباح في كل حتة، في دارها وفي القهوة وفي كل البلد، ملهاش أي أثر، كانها فص ملح وداب. يعني مش بس جاد اللي اختفى، اختفت فين هي كمان؟ مش عارف. طب سيبني أريح شوية ولما أقوم أشوف حكاية اللي بيختفوا دي إيه. كأنما الدمع ده مزروع في خدودي، وردة وعدى الخريف تبلني على عودي. كأنما الدمع ده مزروع في خدودي، وردة وعدى الخريف تبلني على عودي. وعلي أحزان وتكفي تلتمية حزنة، وعلي أحزان وتكفي تلتمية حزنة، وفرحتي للقدام للوقت في خبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، 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 لا علي. انت الوحيد اللي كنت باصص لي صح يا علي. يا رب ليه ما خدتنيش انا وهو؟ لا يا رب يا ريتني مت مكانك يا علي. يا علي. يا علي. انا عايزك يا محمود افندي تكلم حامد يخف شويه عن همام. همام ابنه زي ما حسنين ابنه بالظبط. هو حسنين اللي اشتكى لك امبارح ساعه صلاه العشاء. اصل انا شايف كنتوا الاثنين امبارح خارجين من الجامع مع بعض. حسنين ده شاب محترم. هو زعلان اكمن اخوه اعتدى على ابوه. انا قلت له هكلم همام، لكن انت بقى اللي تكلم حامد. انتوا طول عمركم اصحاب سوى هنا او لما كنتوا في البندر. هم صحيح سابوا القلعه وراحوا قعدوا عند بهلول. احسن لهم برضه،
طول عمرهم عايشين عيشة هادية، مش متعودين على جو القلعة ورجالة حسنين همام. ولا يجوز اطلعوا على حاجة خلتهم يمشوا منها؟ حاجة زي ايه؟ حكاية صباح وهمام. يا شيخ محمد مالك، اوعى تكون انتكاسة، العصب مطر تاني ولا ايه؟ ايوه يا سيدي، عصب المشلفة، مش همام رجعه للإمامة؟ الله 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 الله، الدكتور رؤوف طلع له حس تاني اهو. فين ايام زمان، ايام ما كان بيمضي في القميضي؟ هي ايه الحكاية؟ أنا مش فاهم حاجة. ولا حاجة، ده كلام ابن عم حديد. أمال إيه حكاية صباح وهمام اللي بتقول عليها دي؟ يمكن يقصد لما همام أنقذ صباح من الموت لما الولا عطية طعنها، مش كده برضه يا دكتور رؤوف؟ يمكن. والله يقصد يعني لما همام بنى البيت الصباح بيت تتسطر فيه، مش كده برضه يا دكتور رؤوف؟ يجوز برضه. يمكن ويجوز. وماله؟ عموما همام راجل جدع وشهم، ومحدش يتقصده في مصلحة وما يظهروش. هو كده صحيح، راجل كمل. كفاية انه رجع لنا حاجتنا اللي اتسرقت، ورضي ان هو يتوسط لأهل البلد عند رجالة جده، يوصل لهم الدورية ويمنعهم يسرقونا تاني. هو سبب الأمان اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. واخوه حسنين هو كمان أخلاق وشهم وما يحبش الحال الميل. عندك حق يا دكتور رؤوف، هما الاتنين ما يتخيروش عن بعض، هي بس الظروف اللي خلت كل واحد فيهم يتربى في مكان غير التاني، عشان كده يبانوا مختلفين، انما في الاخر المعدن الطيب بيبان عليهم هما الاثنين. والله عندك حق، هما الاثنين اطيب من بعض. خلاص انا لما هقابل حامد هكلمه وافهمه. عيني العقل يا محمود افندي، عيني العقل. طيب طيب طيب، يا اللي بتخبط، ايه اللي بيرزع على الباب كده؟ انا عارفه. طيب طيب، يوه دي صباح، في ايه بترزعي كده ليه؟ فين جابر؟ عايزه ايه من جابر يا حلوه؟ انت مش كنت عايز تتجوزني؟ انا موافقه. وانت يا بنت مالك مبهدله في روحك كده ليه؟ ها قلت ايه؟ هقول يا صباح، ده يوم المنع. بهلول، صباح الخير يا مهام. صباح الخير، استنى انا عايزك. حاضر. على مهلك. تعال. ابن الكلب عايز حظ رقبته. رايح الجامع وجاي من الجامع، عامل لي فيها بتاع ربنا ابن الواطي. انت بس لو تسيبيني عليه وانا افضحه. تفضحه هو ولا تفضحنا انا؟ افضحه هو. تفضحه قصاد مين؟ انت فاكر ان في حد في البلد دي يعرف العدل؟ ولا ممكن يقف على المظلوم وياخد حقي؟ فاكر يا عصفور لما عكستني؟ رحت اشتكيتك، شالوا وحطوا عليا انا، وانت ولا حتى لموك. يا بنتي، تكلف بس السلطان راحت لحالها. أنا بس كان قصدي ممكن يعني إن أنا لو حكيت لهم يعني تصعب عليهم. أصعب عليهم ولا أصعب على نفسي؟ أنت فاكر إن أنا لو رحت اشتكيت للشيخ محمد ولا الأستاذ فتحي وقلت لهم حسنين اتهجم عليا هيقفوا جنبي وينصروا المظلوم ويمصمصوا شفايفهم عليا؟ دول مش بعيد يطبطبوا عليه هو ويحدفون انا بالطوب. عندك حق يا ياس وصفة، معلومة صدمين. اللي مستنيين يشمتوا فيا ياما يا عصفور. اهل البلد ديك منهم ضعفة، بيدوروا على الأضعف منهم عشان يحطوا عليه، عشان يحسوا إنهم أقوياء. إحنا غلابة يا عصفور، خلينا في حالنا. عندك حق يا بنتي، عندك حق. الغلابة ما لهمش غير ربنا، والله ما لهمش غير ربنا.
تحافظ على الورقة يا عصفور. ورقة؟ هو انت مش خلاص هتتجوزي جدو؟ لازمتها ايه الورقة؟ اسمع الكلام بقى، انت مش عرفت انا شايلها فين بالظبط؟ اه يا عارف، ما تقلقيش في حفظ وصول. مفيش مخلوق يعطر فيها. بس انا لو افهم انت ناوي على ايه؟ هو يعني جابي ليه دلوقتي؟ يمكن هو اللي يعرف يحميني، محدش عارف. يحميك ازاي؟ هو يعرف يحمي نفسه. خلاص بقى يا عصفور، انا راضيه بنصيبي. ربنا يبارك لك يا بنتي، ربنا يبارك لك يا بنتي حبيبتي، ان شاء الله تبقى ست المرات. طمني. قضية، وهو في حد يقدر يرفع قضية على همام؟ أيوة أنا. وحسنين رأيه إيه بقى في موضوع القضية دي؟ ما قلتلوش، دي حاجة فكرت فيها بعد ما نام. ما هو لازم أن يوافق الأول يا عم حسنين، هي القضية دي مش هتبقى باسمه؟ هيوافق، أنا ابني ما يعصليش كلمة أبداً. خلاص على ما أرجع على آخر النهار تكونوا قعدتوا اتكلمتوا سوا ونشوف هنعمل إيه في الموضوع ده. وماله؟ وماله يا أستاذ بهلول؟ عدي عليا في الشقة وأنت طالع هتلاقيني مستنيك أنا والشيخ حسنين. إن شاء الله. سلام عليكم يا عم حام. سلام ورحمة الله وبركاته. همام. همام. في إيه؟ صباح. وافقت تتجوزني. وافقت تتجوزك أنت؟ أشفت بعد ما عذبتني وطلعت عيني جات لحد الدار وقالت لي موافقة. مبارك مبارك، عقبالك أنت ونوارة. فاكر يا همام كنت أنت بتحلم بنوارة وانا بحلم بصباح؟ طب فاكر لما كنا نقعد نحكي لبعض وما كانش عندنا اي امل فيهم؟ دلوقتي الحلم اتحقق يا صاحبي، وصباح الليله دي هتبقى في داري. الليله دي على طول كده؟ مستعجلين ليه؟ مستعجلين ايه؟ كل ده ومستعجلين؟ ده انا بحلم باليوم ده بقى ياما. ومال الف بركه، هتشهد على كتب الكتاب زي ما وعدتني؟ تزعلش مني يا اخويا في اي حاجه حصلت مني قبل كده، انا حياتي هتبدا النهارده. فرحك على حسابي يا جابر. بجد يا همام عاوز تفرحني؟ طبعا، انت عشره العمر، انت وعمار. طب انا ليا عندك طلب اخير. ايه؟ تعتق جد عكاشة. فرحتي مش هتكمل الا لما اكون كل الناس اللي بحبهم حواليا. فك جدك وخده عشان يحضر فرحك. قوم يا جد قوم. جاي تهربني يا جابر؟ ده لو همام قفشته ممكن يشيعنا احنا الاثنين. خلاص يا جد، همام مش هيسجنك تاني. مره يسجن ومره يعفي، انا زهقت بقى. المره دي خلاص، هو وعدني. مش معنى بقى المره دي عفي عني؟ مش ماسك عليا دليلي مرمطني به؟ لا يا جد، المره دي انا طلبتها منه عشان تكون معايا في ليله جوازي. جوازك؟ الكلام ده بجد يا جابر؟ وجد الجد كمان يا جد، انا هتجوز البت صباح الليله دي. البت صباح بتاعت القهوه؟ ايوه يا جد، هي البت صباح القهوجيه. يا الف ليله بيضاء، الف نهار ابيض، الف بركه. يلا يا حبيبي يلا. يلا يابا كده، يبقى احنا بنستعدى همام رسمي. وماله؟ مش هو اللي بدا يا ابني؟ ها؟
يا ابني لازم تاخد ورثك. كفايانا شاء بقى في العمر اللي فات وهو عايش هنا متنعم ومش دريان. يا ابني انت نصيبك في الورث يعيشك ملك، والواد همام ده حاطط ايده على كل حاجه ومش هيسيب الا بالقضاء. انا ما كنتش حابب يابا الامور توصل لكده. هو اللي وصلها يا ابني، مش هو اللي طردنا وقال لنا غوروا من هنا؟ ها؟ وناسي انها النص بالنص؟ اذا كان همام ده بقى حاطط ايده على كل حاجه عفوانا، احنا هناخد حقنا بالقانون. مين بقى يا ابني يقدر يقف قدام القانون؟ والله مش عارف اقول لك ايه يابا. ما تقولش حاجه يا ابني، انا هرتبها وانت ارمي توكالك على ربنا. على الله ونعم بالله. وان شاء الله يا ابني كده لما ناخد لك حقك ندور لك بقى على عروسه حلوه كده ونجوزك بقى. جواز ايه بس يابا؟ هو حد باله رايق للجواز؟ هيروق يا ابني ان شاء الله، هيروق يا حبيبي. انا عايز افرح بيك يا حسنين. ده الواد جابر ابن امبارح دخلته الليله دي على البيت صباح، بقى يبقى جابر المعفن يتجوز وانت لا؟ على مين؟ بنت صباح القهوجيه. ازاي؟ يعني ايه ازاي؟ زي الناس يا ابني، الجواز شرع ربنا محلله. الليله دي؟ ازاي؟ مين اللي قال لك؟ الواد عصفور لسه قايل لي دلوقتي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لي 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 هفرح بيه ولا بيه؟ ارجعوا كاشة ولا فرحك يا جابر؟ افرحي بأي حاجة النهاردة يا جدة، اللي نفسك فيه كله اعمليه. امال عروستك فين؟ هتحل؟ انا وامك هنزوقها ونهيئها. روح اتفق مع الشيخ محمد يجي يكتب بعد العشاء. حاضر. انت فين يا عكاشة؟ انت فين؟ قوم يا راجل، قوم ارتاح شوية. حسنية اذبح ده كرباط يا بيت من عينيا. وانت مش خدت حقك وقلنا تشيل يدك عن البلد؟ اقعد يا همام. وديت جت فين؟ اقعد يا همام خد واجبك عيب. يعني انت اللي خفيته؟ من عند ربنا. البت اللي كنا خايفين منها هنقويها في دارنا. دي حاجه لا كانت على البال ولا على الخاطر. ما هو يقول لك اللي تخاف منه ما يجيش احسن مني. كل كل وتهنى عشان تصلك طولك فرح ابن ابنك بالليل. الحمد لله على السلامه. خد خد. انت فين؟ انا اهو. انا والشفا يا اخويا. انت هنا صباحا وبدور عليكي. وبعدين ايه ده؟ في واحده نيت فرحها تقف تعمل شاي وقهوه للزبائن برضو. ابا عصفور راح يستقضى طلبات للقهوه، قلت اقف مكانه حبه. ما فيهاش حاجه يعني. ماشي. انا جيت اقول لك ان انا هعدي على الشيخ محمد عشان اتفق معاه على الليله بتاعتنا بعد العشاء. اللي تحبه. هعمل لك فرح يا بت يا صباح ما اتعملش في الناحيه كلها. يا اخويا وفرح ليه؟ ما ندخل سكيتي. سكيتي يا ام سكيتي. ده انت فرحه عمر يا بت. ده انا هعمل لك حته دين شادر الكل يتحكى عنه ولا عمره حصل. طب ولازمتها ايه يا اخويا التكاليف دي كلها؟ خايفه على فلوس يا حبيبتي. عمر ما تخافيش، مش هنتكلف. دي نقطه همام حامد ليا. هو عارف؟ طبعا عارف. ده هيشهد على عقد الجواز. ده نادر كان نادر ولازم يوفيه. او ماله، خليه يوفيه. ما هو دايما يوفي بوعوده وندوره. هروح انا دلوقتي الحق احضر للفرح. تكوني انت لميتي هدومك والحاجات الحلوه دي بتاعت الدخله ووديتيها على الدار عندنا. سلام. لا، احنا هندخل عندي في الدار. دار؟ ازاي بقى؟ ما الدوده بتاعتي جاهزه. امي وستي مستنيينك وهيشيلوكي في حبابي عينيهم ومش هيخلوكي محتاجه اي حاجه. لا معلش، احنا ندخل اول يوم في الدار عندي، وبعد كده عايز تروح عند امك وستك نروح. كيس يا بت. حاضر. ندخل عندك، ندخل عندي، ندخل تحت النصبه دي. اللي انت عايزاني اعملهولك. ده انت فرحه عمري يا بت. اروح بقى الحق الشيخ محمد عربن عليه، خليه يكد ويتفرس لما يعرف ان هو هيكتب كتابك الليله دي. يا عصفور! الله، شيخ حسنين! ايه ده يا جابر؟ ازاي؟ ازاي؟
امشي غرفة 60 ده. يا بنت الكلب انت اللي ابن 60 كلب. ايه ده دم؟ لا هو انت عندك دم اصلا من امتى يا بنت فهم؟ انت كده ما ينفعش تتجوزي وانت على ذمة راجل تاني. انت كده يبقى حرام شرعا. حرمة عليك عشتك يا بجح. امشي بدل ما اكسر عليك كباب القهوة. طب اسمعي هاتي الورقة بتاعتي طالما هتتجوزي النهاردة واحد تاني. مفيش، مالكش عندي ورق، والورقة دي هتفضل معايا. ما ينفعش، انت كده هتجمعي ما بين ازواج، يعني حرام. اله يجمعوا جتتك من على السكة الحديد يا قادر يا كريم. انت لسه بتتكلم في حلال وحرام يا ابن المفكوكة. امشي من هنا المجنون. امشي من هنا يا ابن حامد لهطل، وحياة ربنا لو عتبت من هنا تاني لخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. فالح بس رايح جاي على الجامع يا كذاب، كتك مصيبة. الله، عايز ايه ده الحرام ده؟ ايه عايز ايه؟ كان عايز منقي واديتهوله. انت ايه بصحتي؟ ايوه تصبيرة بس كده لغاية ما فوقله. طب هتعملي ايه في حكايه فرح دي؟ اهو جاب الرحله للشيخ محمد عشان يتفق، والفرح همام هيعمله له على حسابه. همام هيعمل الفرح على حسابه؟ شفت بقى، والتاني ابن الحرام اللي جاي عمال يكلمني في الحلال والحرام والشرع، منه لله اللي خدني غصب في السر. انا ازاي بجحت وراس عظيمه دي الصراحه؟ لما مش هو مرغني اللي خفاه، مال راح فين واختفى ازاي؟ مش هو ده المهم دلوقتي. امال ايه المهم؟ اه صحيح، يكونش اللي فكر يقتل جاد وسنيه هو اللي خطفهم. سيبك من الحكايه دي، جابر هيتجوز صباح الليله. ازاي الكلام ده؟ يا صباح ظهرت. ايوه جابر جه وقال لي، وقلت له فرحك على حسابي، ونزل خد جده من تحت عشان يحضر الفرح. بت دي بتلعب لعبه ولا لعبه ولا بتاع؟ البت دي عايزه تتستر بجد، مش هتلاقي غير جابر يستر عليها عشان بيحبها. المهم دلوقتي احنا عايزين نشوف ايه هتعمل ايه في اول ليله. أنا مش عايز فضايح، مش عايز مشاكل في الحتة دي بالذات مع جابر، أنت فاهم؟ خلاص سيب الحكاية دي عليا أنا. هتعمل إيه؟ ما تشغلش بالك يا كبير. همام! 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 أخويا الحقني، شفت عملوا فيه إيه؟ لا إله إلا الله! لا إله إلا الله! مين اللي عمل فيك كده؟ يتجوز الواد جابر للبنت صباح القهوجيه ويركبوا القرنين. هتيجي معايا بقى كاتب الكتاب بتاع الليله دي؟ كاتب كتاب مين؟ اروح فرح جابر البلطجي وصباح القهوجيه؟ ايه هوزي لك. سيبني اروح لوحدي. طب انت مضطر تروح عشان ده شغلتك، تكتب للعالي وتكتب الواطي، لكن انا اروح فرح اوباش؟ بيقول لك همام هو اللي مكلف الليله وعامل الفرح على حسابه. يشبعوا ببعض. انا الحاجه الوحيده اللي تخليني احضر ليله زي دي هو خاطر همام، ده ان طلب، لكن غير كده انام بدري احسن لي. تاخدها غصبانيه؟ هي دي المرجله؟ هو ده الدين بتاعك اللي رايح جاي تنادي بيه؟ انا اللي اعرفه الراجل الصح لما واحده ما ترغبش فيه تغور، النسوان على قفا مين يشيل. مش بس كده، بعد اللي عملته رايح لها وفاكر انها هتقول لك اتفضل نصلح اللي انكسر. ما هي لازم تدش دماغك يا اخويا. خلاص حصل اللي حصل، ما تقعدش تقتتني. مش المشكله في كده دلوقتي، مش ده المهم. مش مهم ازاي؟ ما هي ركبتك ودلدلت كمان. المشكله هي ناويه على ايه مع جابر؟ جابر لو عرف هتبقى مصيبة، والمصيبة الأكبر إن معاها ورقة دليل. وبعدين نعمل إيه في المصيبة اللي ما كانتش على بال ولا على خاطر دي؟ أديك قلت مصيبة، وأنا مصيبة، دي مصيبة كبيرة. طب قول لي أعمل إيه وأنا أعمله.
نقتل جابر ولا نقتل صباح، ولا بقول لك ايه، ايه رايك نقتل الاثنين؟ اللي انت شايفه يا اخويا اهم حاجه، نطلع من المصيبه دي باي شكل. طب لما نقتلهم مش ده ذنب كبير برضه؟ الدين بتاعك بيقول ايه؟ بيقول درء المفاسد على دلب المنافع. يعني نتكل على الله ونقتل؟ هنعمل ايه؟ لا ضرر ولا ضرار، يعني اي حاجة تضرنا لازم نبعدها عننا. يعني انت ما عندكش اي مشكل اننا نقتل اتنين عشان تداري على مصيبة انت عملتها؟ روح يا شيخ، روح يا شيخ، انا كنت فاكرك محترم. روح عند ابوك، يلا روح. ايوه يا همام يا اخويا، يعني انت هتتصرف ولا انا اللي هتصرف؟ وهتتصرف ازاي يا فارح؟ هتصرف وخلاص. طيب وريني هتتصرف ازاي. روح. ما تقلقش انا هتصرف. في ايه؟ انا سامع وعارف كل حاجه. بجد يا عمار هتتصرف؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ دي بتاعت انا، مالكش انت دعوه بيها. انت تروح دلوقتي وما تشغلش بالك باي حاجه. جزاك الله عنا خيرا يا عمار. وماله، ما يضرش برضك. صباح يا صباح. مين انت؟ فين؟ انا اهو. تعالي. الف مبروك. مبروك على ايه؟ الله، هو مش فرحك الليله دي ولا ايه؟ ايوه النبي، يوه نسيت. الله يبارك فيك، عقبالك يا رب. ماشي يا ستي، بس ساعتها انت اللي هتزوقيني. ولا بعرف حتى ازوق نفسي بلا خيبه. طب انت عارفه مين بعتني ليكي دلوقتي؟ لا، مين؟ الجده. اول ما عرفنا ان فرحك الليله دي قالت لي روح هديها في ايدك على طول، مش هتخرج غير من بيتنا على بيت جوزك على طول. ربنا يخليكوا ليا يا رب، ولا يهمنيش منكوا ابدا. بس خلاص بقى، خليني هنا وخلاص. لا ما تقوليش كده، مفيش الكلام ده، هي عزومه. انا مش عايزه اتقل على حد. احنا اخوات يا صباح. وبعدين خلاص، بابا راح اتفق مع همام، فرحك هيبقى في بيتنا. الله يسترها معاكوا يا رب زي ما بتقفوا جنبي. طب يلا خلصي اللي بتعمليه ده عشان نلحق نزوقك. حاضر، هلم الدنيا كده واجيب الحاجه اللي هلبسها وحصل. لا لا ما تجيبيش اي حاجه، فستانك وكل حاجه جاهزين عندنا في البيت. همام بعد جابهم من البندر وجابهم علينا. في الخير، كتر الف خير والله. طب انا هعدي على البيت يا امينه اجيبها في ايدي، واهو تساعد برضو اروح الاقيكي في البيت. ماشي خلصي يلا. حاضر. نوارة، نوارة. شيخ حسنين، ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ لا مفيش، اصل كنت رايح المسجد وبعدين اتكعبلت وقعت على حجر. لا الف سلام عليك. الله يسلمك. انا وابويا سيبنا القلعة خلاص وجينا عشنا بيت استاذ بهلول. ليه؟ في حاجة حصلت بينك وبين همام؟ والله ما عارفة اقول لك ايه يا نوارة، هي مش حاجة واحدة بس، دي حاجات. بس أنا بصراحة يعني ما أقدرش أعيش في جو العصابات والبلطجة ده. بلطجة؟ أصل همام خلاص، همام اتعود على العيشة دي وتربى فيها. لكن إحنا، أنا وأنت واللي زينا تربوا في البندر، ما نقدرش على العيشة دي خالص. فاكرة البندر يا نورة؟ وحشكيش العيشة في البندر؟
عن إذنك هروح أجيب أمين علشان الليلة دي فرح صباح وهيتعمل عندنا في البيت. الفرح بتاع صباح هيبقى في بيتكو؟ إن شاء الله أكيد هتيجي. طبعا عشان خاطرك أنت هاجي. طيب عن إذنك عشان اتأخرت. اتفضلي. مين يا رئيف؟ دي نوارة يا بابا، ما تدخل يا بنتي. ازيك يا نوارة؟ وازاي والدك ووالدتك وجدتك؟ الحمد لله يا عمي بخير. هي أمينة مش موجودة؟ والله يا بنتي نزلت هي وسميرة البندر عشان يشتري شوية حاجات لجهازها. قوليله قوليله. طيب ممكن رئيفة تيجي معي عندنا البيت؟ روحي يا رئيفة. اتفضلي اتفضلي يا بنتي. اتفضلي. انتوا بجد عاملين فرح صباح في بيتكو؟ عقبالك يا نوارة. متشكرة قوي يا عم. بيتكم يا نوارة بيت كرم طول عمره. خدي بالك من رئيفة. دي في عينيا. بعد إذنك. يعني خلاص؟ هتتجوزوا المرة دي بجد؟ فرح ومأذون وكوفة؟ أنا ما خلفتش، بس والله العظيم لو كنت خلفت ما كنتش هفرح زي ما أنا فرحان بيك دلوقتي. أنا خلفت يبقى في وقت. أنا مش عارف أنتوا مستعجلين ليه كده. أنا كان نفسي أنزل أشتري لك صوام زي أي أب وبنت. كان نفسي أجهزك وأقف أتصرف كده على عريسك. شفت الجابة اللي طول عمرنا كنا رافضينه هو اللي رفع راسنا قدام الناس كلها. حافظ عليا يا بنتي وارضي بيه وان شاء الله ربنا يديني طول العمر واشوف عيالي تحت رجليكي. هتيجي تزوريني صح؟ وانا كمان هزورك واجيبك زياره عشان اشرفك قدام اهلي جوزك. ماليش غيرك، ما تقطعيش بيا يا صباح، ما تقطعيش بيا.